معايا المهندسة هدى خلاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج. الأول ببارك لحضرتك أسيوط، أنا آسف، بالأول ببارك لحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، أنا محافظة أسيوط من سوهاج يا باشا. أهلا بيكي وبالتوفيق إن شاء الله. يا رب يوفقنا كلنا إن شاء الله في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت قيادة الوزيرة السيدة القصير وقطاع الخدمات الدكتور عباس الشناوي. ربنا يعينك، هي مسؤوليه كبيره على فكره، لان الصعيد محتاج خدمات ومحتاج مجهود كبير قوي. يا رب ان شاء الله هنكون وتوجيه القياده السياسيه ان شاء الله الصعيد هيبقى احسن من كل حاجه. المزارعين متعاونين معاكي؟ المزارعين متعاونين ومتفهمين، والصعيد بطبعه يعني عارف وبيقدر الظروف اللي هي بتمر بينا بلدنا دلوقتي، واحنا ربنا يعافينا دايما يا رب ويشفي مصر من هذا الوباء اللي هو الكورونا اللي بسببه متوقفة مصانع الأسمدة. بسبب هذا التوقف حصل عجز عندي في الموسم الشتوي الحالي. الموسم الشتوي ولا الصيف؟ أصل الشتوي إحنا ابتدينا نشتغل بقالنا فترة. الصيفي ما كانش في عهدي. تمام، بس إحنا في بداية الشتوي المفروض خلاص. إحنا دلوقتي ثواني يا باشمهندس، إحنا دلوقتي رجعنا شغلنا بقالنا فترة من الموسم الصيفي. إحنا كلنا بنشتغل صح؟ ايوه. فالمفروض ان في برامج اسمده بتوصل. لما يحصل عجز عند حضرتك، انا عارف ان انت لسه متوليه جديد يعني ما بقالكيش فتره، ففي ملفات لسه هتحتاج وقت على ما ناخد فيها قرار، لكن ملف الاسمده من اهم الملفات. في بعض الاماكن متضرره من الموسم الصيفي زي القصيه في اسيوط، تمام، جمعيه المنشاه الكبرى. كل المحافظه، كل المراكز، وليس مركز القصيه بس، كل المراكز اسيوط ال 11 مركز فيهم عاجز. يعني انت معترف ان ال 11 مركز فيهم عاجز؟ انا معترفه على محافظه اسيوط الموسم الصيفي. طب حضرتك ايه الاجراء اللي خدتيه علشان نلحق؟ والله الاجراءات كلها خطبت بيها، ان انا كان بيتردد انه اسيوط عليها ديون الجمعيه المركزيه، الجمعيه العامه مدينه الجمعيه المركزيه باسيوط، فبسبب هذه الديون متوقف الشحن لاسيوط. ولكن عند توليتي كمدير مديرية الزراعة بأسيوط تواصلت مع الجمعية المركزية وعرفت ايه هل علينا احنا مديونية علشان كده بالأسمدة ما جايلناش. اتضح ان احنا الجمعية المركزية هنا مدينة الجمعية العامة ب 2,804,475 جنيه، ده كان الشهر اللي فات اول ما توليت المنصب على طول، وبعت الجوابات ده لرئيس القطاع ورئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي والجمعية العامة، وعرفوا الموضوع إنه إحنا أسيوط ما عليهاش مديونية، فبدأ يبدأوا لي الشحن. ولكن كان الشحن ليس بالكميات الكافية اللي هو برنامج شهر 10 وشهر 11 وشهر 12، فشهر 12 زادت الكمية شوية. دلوقتي أنا إن شاء الله كلمتني الجمعية العامة الصبح ان انا هيتم لي شهر البرنامج شهر يناير جايني 9150 طن ان شاء الله. يعني في شهر يناير هنبتدي نشوف كميات اسمده توصل. جاني الخطاب الصبح، كلمني الجمعيه العامه وبعت لي الجدول اللي جاياني منه 9150 طن. 9150 طن ده برنامج شهر واحد، لان انا قلت لهم عوضوا لي البرامج الاشهر اللي فاتت. طب واحنا محتاجين كام طن اساسا؟ نعم، محتاجين كام طن علشان يحصل فيه استقرار عندك في ال 11؟ انا اسيوط الاحتياجات بتاعتي عاوزه 58,000 طن. المحافظه احتياجاتها من الاسمده البرامج معموله تكلفتها 58,000 طن، لكن انا دلوقتي اهميتي بالمحصول الشتوي اللي هو القمح، المحصول الاستراتيجي اللي هو اكل العيش، المحصول ده هو اللي عايز الاولويه ليه دلوقتي. صح، فانا عندي عجز فيه كتير. 9150 طن لشهر يناير. 9150 طن. وحضرتك بتقولي لي ان احنا اساسا محتاجين 58,000 طن، يعني تقريبا المحافظه كلها احتياجات المحافظه كلها والزراعات في المحافظه، الزراعات المختلفه من بساتين وخلافه ومن خضار، المحافظه كلها بساتين و محاصيل حقلية المقدر ليها 58,000 طن. لكن أنا دلوقتي علشان بالأزمة ده والأسمدة أنا حاطة المحصول الاستراتيجي الأهمية الأكبر عندي اللي هو القمح، ودلوقتي أنا في ريات المحياة وبداية الزراعة المفروض دي الري، وبعدين قبل ما تقفل السدة الشتوية صح، فالأسمدة محتاجاها ضروري ضروري. ف
فأنا دلوقتي جاي إن شاء الله برنامج شهر يناير. كلمني الجمعية العامة إن البرنامج بتاعي 9150 طن إن شاء الله جايين. يا رب. 9150. يعني أتمنى إن شاء الله إن دي يكون يعني بوادر للخير، ونبتدي ندي للناس اللي هي زرع القمح زي ما حضرتك قلت رغيف العيش ما نقدرش يعني نتأخر عنه، علشان ده استقرار مهم جدا، ونقلل من الاستيراد من الخارج. بشكر حضرتك بالتوفيق، وان شاء الله يكون في نجاح باهر او بصمات واضحه لحضرتك داخل محافظه اسيوط. بشكرك المهندسه هدى خلاف وكيل وزاره الزراعه باسيوط. بشكرك. بشكر حضراتكم والى اللقاء.